على سلامتكم البنات، إن شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة، لقاء جديد وكيفية جديدة. اليوم إن شاء الله راح نتقاسم معكم وصفة خبز المطلوع بالسميد فقط. تتحصلي على أروع مطلوع، يجي مفشفش وخفيف كيما القطن، كيما راكم تشوفوا فيه أمامكم في الصورة. فقط كاين بعض التفاصيل راح نشوفوها مع بعض في هذا الفيديو، باش كامل تجربوه وتعتمدوا على هذه الوصفة وديروها في رمضان إن شاء الله. نتمنى لكم مشاهدة طيبة. الوغ تقدروا تخدموا بيديكم كيما تاني، تقدروا تستعملوا لو بيترين. جبت هنا الاناء تاع العجانه، حطيت فيه ربع كيسان تاع السميد الرطب هذاك الرقيق كامل، حطيت معاه ملعقه كبيره تاع خميره الخبز، ملعقه تاع السكر، وحطيت ملعقه كبيره معمره تاع السانوج وحبه الحلاوه. زدت لهم هنا تقريبا ملعقه صغيره تاع الملح وملعقه كبيره تاع حليب بودره او الحليب تاع الحطب، الا ما عندكمش ماشي متوفر معكم معليش تقدروا تعجنوا الخبز تاعكم بنص كاس تاع الحليب. حطيت هذاك الاناء هنا، راه خليت هذوك النواشف يدورو كما راكم تشوفوا، ومن بعد نبدا نضيف بالتدريج في الماء دافي تقريبا واحد الزوج كيسان تاع الماء دافي. انتم ديروا الكاس الاول وخلوه يدور، ومن بعد الكاس الثاني ابداو تضيفوا فيه غير بالتدريج باش تعرفوا الكميه. فقط دوك تشوفوا معايا بعد قليل لا تيكستور او القوام اللي لازم تتحصلوا عليه. هنا راكم تشوفوا السميد تاعكم او العجينه تاعكم تبان لكم جاريه، ولكن السميد راح يمتص الكميه تاع السوائل. دوك تشوفوا، شوفوا هنا هذه هي العجينه تكون هكذا تتلاصق في القاع تاع العجانه. مام كي تخدموا بيديكم تاني في الجفنه تتحصلوا على عجينه كيما تاع السفنج او الخفاف، تكون شويه جاريه. شوفوا راهي نشفت معايا. السر تاع نجاح هذا المطلوع هو الدليك. راح تدلكوا مده 15 دقيقه فقط باش ما تخسروش العجانه تاعكم او البيطران. حبسوا شويه الخلط وعاودوا خلطوا اون دوزيام فوا، معناتها خلطوا هكذاك واحد 10 دقائق، حبسوا شويه ومن بعد زيدوا خلطوه او عجنوه مده 5 دقائق واحد اخرى. مده العجن هي 15 دقيقه. هذه هي لا تيكستور تاع العجينه، شوفوا كيفاش تكون تتلاصق في اليد وتكون مطاطيه الاستيكي، وهذا هو السر في النجاح تاعها. وتشوفوها تاني ليس تروح، هذوك الحبيبات يختفى وهذوك الحبيبات تاع السميد. في الاخير هنا عاودت رجعتها في الاناء تاع البيطران، ضفت لها ملعقه كبيره تاع الزبده. الا ما قدرتوش تضيفوا الزبده ضيفوا زوج ملاعق كبار تاع الزيت. عاود رجعتها ونعاود نعجنها هنا مده هكذاك غير 3 دقائق ماشي بزاف. من بعد نحيها من البيطران، نحطها في ان ريسيبيون ونغطيها ونخليها تخمر. شوفوا العجينه تاعي هذا هو القوام اللي تتحصلوا عليه باش تتحصلوا على مطلوع من اروع ما يكون، يكون خفيف بزاف ومقطن من الداخل. فوالا نحيت العجينه تاعي، جبت الريسيبيون كنت دهنته بشويه تاع الزيت، نحطها فيه ونزيد نرشها بشويه زيت من الفوق، نغطيها بالفيلم اليمونتير ونخليها تخمر واحد شويه هكذاك واحد ربع ساعه حتى 20 دقيقه في مكان دافي. فوالا خمرت لي العجينه تاعي للمره الاولى مده 20 دقيقه خليتها. راح نكسر لها الخمور كيما راكم تشوفوا، نغطس يديا في شويه تاع الماء ولا شويه تاع الزيت، نهبطها هكذا ندربها بهذا الشكل غير دقيقه ولا. شوفوا مادامكم تخلوها مادامها تنشف ما توليش كيما كانت في الاول جاريه. عاود رشيتها بشويه تاع الزيت، نعاود نغطيها ونخليها تخمر للمره الثانيه. وخمرت لي العجينه للمره الثانيه، ادت لي 20 دقيقه هكذاك تاع التخمار. الان راح ندهن يديا بشويه تاع الزيت، نهبط العجينه تاعي فوق سطح العمل باش نبدا في عمليه التشكيل. وراح نقسم العجينه تاعي على تلت اقسام او تلت خبزات، وانتوما على حساب الرغبه تاعكم تقدروا ديروا خبيزات صغار ولا تاني زوج خبزات يكونوا كبار. تشكلوهم كيما راكم تشوفوا وتحطوهم مباشره في السميد. تحبوا السميد يكون رطب ولا سميد متوسط غير كيف كيف راكم تشوفوا العجينه بعد ما ارتاحت، ودليل على نجاحها تدير هذوك الفقاعات. انا من جهه اخرى راني موجده ان تورشون درت فيه كميه لاباس بها تاع السميد باش نحط الخبزات تاعي.
وهذه هي الطريقة اللي ترمدوا بها الخبز تاعكم من الجهتين ومن الجوانب. بعد ما حطيت الخبيزات تاوعي ما نقدرش نخبزهم، ما ارتاحوش وما نزلوش كما راكم تشوفوا هنا، كل ما تضغطوا عليهم يعاودوا يولوا وما يسعفوكمش. دونك راح نغطيهم ونخليهم يرتاحوا مدة تقريبا دقيقتين حتى لثلاث دقائق ونعاود نولي نقرصهم. وبعد ما ارتاحوا لي هذوك الخبيزات نقدر نشكلهم فاسيلمون. درتهم هكذا بيدي ومن بعد جبت الغولو باش يجيني السطح تاعهم املس كيما راكم تشوفوا، وهذا هو السمك تاعهم. ما يجيكم المطلوع تاعكم خشين بزاف ومعجن من الداخل، ما يجيكم تاني رقيق. ونغطي المطلوع لو طون اللي راح نسخن الطاجين تاعي على نار عاليه مده 5 دقائق هكذاك. من بعد نجي نرفد الخبزه تاعي بهذا الشكل، ننفضها شويه من زائد تاع السميد ونحطها مباشره في هنا في الطاجين في الوسط، وننقص للنار ما نديرها هادئه، ما نديرها تاني عاليه باش ما ينحرقليش المطلوع ويجيني خضر من الداخل. نقصوا للنار ديروها متوسطه، تقبوا هكذا بصبعتكم هنا في الوسط كيما راكم تشوفوا باش يجينا المطلوع كيما تاع زمان. وبعد ما تشوفوه نشف من التحت مباشرة نقلبوه باش السطح تاعو يجي املس من الفوق ويجي طايب كيف كيف. هنا بعد ما تقلبوه خلوه يطيب تاني كيف كيف على نار متوسطة، وبداو تقلبوا فيه من الجهتين حتى تشوفوه اتحمر لكم، تنحوه طبعا. وبعد ما طابت الخبزة نحيتها وزدت الخبزة التانية كيف كيف تقبتها هكذا في الوسط، نخليها على نار متوسطة. نروح هنا باش نحمر المطلوع تاعي هنا في الجوانب. إلا عندكم الشاليمو ديروا بالشاليمو، إلا ما عندكمش تقدروا ديروا هاد العملية غير فوق النار. وهذا هو المطلوع، شوفوا كيفاش جا من أروع ما يكون، يجي بزاف خفيف ومقطن من الداخل. والسر الرئيسي في النجاح تاعو خاصة المطلوع تاع السميد هو الدليك، لازم تدلكوه مليح، تدلكوه وتعاودوا باش يجيكم بهذه الطريقة. نتمنى الوصفة تاع اليوم تكون عجبتكم، وأكيد راحين تجربوها وتعتمدوا عليها في وصفات رمضان بإذن الله. إن شاء الله ربي يدخل علينا رمضان بالصحة والهنا. نقولكم شكرا على حسن المتابعة، ما تبخلوناش بجام وبارتاج، وإلى اللقاء في وصفات أخرى بإذن الله.